الشعب كل راه فارح وراه ايه داروا له ولي راه منتدب، وهذا الشيء اللي نشكروا عليه، نشكروا الرئيس ونشكروا الحكومة على هذا المشروع اللي هو ناجح ومشروع هام. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا القرار، قرار إحداث ولاية منتدبة في هذه المنطقة الشمالية باسم عين والسارة، وقد وعد السيد الرئيس فوفى فجزاه الله عز وجل خيرا. نتمنى للوافد الجديد كل التوفيق والسداد، وطبعا هذه الولاية منتدبة من شأنها أن تضع قطار التنمية على السكة، وأن تحدث يعني منصب شغل جديدة، وكذلك مناطق صناعية ومصانع، ومن شأنها كذلك أن ترفع هذه الولاية المنتدبة إلى مصاف الولايات الكبرى. فهذا شيء نفتخر به وشيء نعتز به. ولاية المنتدبة الجديدة عين والسارة، كما أتكلم كثيرا عن ساكنة كل عين والسارة، هذا فرح ومن دواعي سرورنا بأننا تحصلنا على عين والسارة ولاية منتدبة جديدة، فنتمنى الرقي والازدهار لولايتنا الجديدة، ونشكر رئيس الجمهورية لأنه وعدنا ولبى وعده بقبوله لعين والسارة منتدبة ولاية جديدة. هذا من دواعي سرورنا، ونتمنى أيضا الازدهار والرقي كثيرا كثيرا في ولايتنا، ونتمنى وكذلك ترقية دائرة مسعد إلى ولاية منتدبة، فهاتين الولايتين من شأنهما يعني أن تزيح كثير من العوائق وكثير من الصعاب على ساكنة هذه الولاية. فما من شك من أن هذا القرار يعني له ثمراته إن شاء الله في المدى القريب. لا يسعنا إلا أن نشد على أيدي إخواننا المسؤولين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في خطوة. فرحنا بها، هذه ولاية منتدبة مسعد لينا من جانب الإدارة والمشاريع إن شاء الله من الخيرات، الله يبارك.